سلام سلام، كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو فاتم الصحة والعافية. البنات عتقوا الروح، عتقوا عتقوا عتقوا، والله العظيم الا عتقوا الروح. هادشي اللي غادي تسمعوه خطير بزاف، فالبنات عافاكم. انا الربح ديالي من هادشي كامل هو ان هاد السيدة هادي تلقى الحل في اقرب وقت ممكن، لان القصة ديالها شتي فوق مستعجلة، راه كاينة مستعجلة. اش غادي نقول لكم؟ ارجو. المهم البنات ما غاديش نطول عليكم، فقط كنذكركم ديموا كومونتير وبارطاجيو، ولا يعطيكم الخير، ولا كنتم مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس، ويلا نسمعوا لهاد الفضيحه الكبيره. السلام عليكم، انا رحمه، وانا هي المراه اللي مشيت جبت بنت خويا من قلب الجبل باش تقرا عندي، واللي وقع فيها هي البنات صدمني. ناري اخواتي اتقوني، راه ما عرفت لا ما نقدم ولا ما نوخر، راني تالفه وحيره بسبب هادشي اللي انا فيه. غادي يدمر لي زواجي وغادي نتلف عشي. المهم غادي نعاود لكم عليا من الاول ديال القصه باش تعرفوا عليا، تعرفوا عليا وتعرفوا المشكل ديالي. المهم البنات، كيف ما قلت لكم، الاسم ديالي المستعار رحمه، والعمر ديالي 45 عام، كبرت وعشت في العروبيه، عندي ثلاثه ديال خواتاتي بنات وجوج خوتي ذكوره، وجوج خوتي ذكوره. الاب ديالي مات الله يرحمه ملي كنت انا صغيره، كان مسكين مريض وكيعاني، كان عنده القلب وكانوا طالبين ليه واحد العمليه على القلب، ولكن ما دارهاش حيت ما لقاش الفلوس باش يدير ديك العمليه. معلم الوالد كان عنده رزقه ماشي مخصوص، ولا الحاله الماديه ديالو ضعيفه. لا خواتاتي، الوالد الله يرحمه وسع عليه كان برزقه، غير واحد الكوري كان عنده عامر بقر وخلفان، اما الارض والغله اللي كانت عنده كانت كثيره، غير الزيتون كانت عنده اكثر من 200 زيتونه، وكيربح منها كل العام الخير والخمير. مني طلب ليه الطبيب العملية على القلب وجاه الثمن غالي مبغاش يديرها، هي هات فين الوالدة قالت ليه نوضها فلان، بيع الزيتون ديالك وبيع رزقك وداوي راسك، نوض بيع واخا غير جوج بقرات وسير نزل المدينة وتبع الطبيب ديالك. ولكن هو ما بغاش، الاب ديالي كان شحيح وكيعبد الدرهم، ما كانش عنده مع الخسران ديال الفلوس، كان كيموت على الفلوس، كان كيموت على الارباح، بالخصوص الا كان شي ثمن لي كبير. منين كانت امي كتقول لي سير فلان للطبيب وداوي راسك، ما كانش كيبغي، وكان كيقول لي علاش غادي نوض نخسر انا رزقي عند الطبيب ديال القلب، كانت وهي كاينه الموت وتابعانا موت وحده في هذه الحياه. كان كيقول ليها النهار اللي يوقف ليا الاجل في هذه الدنيا انا غادي نمشي عند الله، ما غاديش نزيد نطول انا عمري بيدي ولا طول لي عمري داك العمليه. المهم الاب ديالي كان كيلعب مع الصحه ديالو، وكان يحسب ليه بالو داك العمليه ماشي مهمه الصحه ديالو، داكشي علاش ما بغاش يتبع الطبيب وتهاون وما مشاش يدير العمليه. ايوا صافي، بقى متعايش مع الحاله ديالو كيف ما هكاك. في الاول كانت الحاله ديالو مستقره ومتعايش مع المرض، واخا بعض المرات كانت كتشد واحد النغصه في القلب ديالو، ولكن كانت دغيا كتفوتو، هو كان كيقول معليش الا غير هاد النخصة هادي ماشي شي حاجه. ولكن ما جا يدور عليه العام حتى صافي تزير عليه الحال وما بقاش كيقد يتنفس، وغادي ينوض عمامي كيجريو بيه في السبيطارات. ديك الساعه خوتي كانوا باقيين صغارين، كنا غير ولاد الغيال. خويا الكبير كان عنده 19 عام، وهاد خويا كان غير مدوخ ومنونخ، حتى القرايه كان قرا غير التحضيري وخرج، يعني ما قاريش، وكان غير سرح وسط الجبال. المهم نوض امامي كيجريو بالاب ديالي من الطبيب للطبيب، كانوا هزوا لواحد الطبيب في الرباط داو ديك الساعه، اما امي ما مشاتش معاهم حيت كانت مقابله الدار ومقابلانا حتى حنايا حيت كنا باقيين صغار. اما الوالد تكلفوا به غير امامي، كانوا هما اللي كيمشيو كيجيو معاهم الطبيب للطبيب. من بعد طلب ليهم الطبيب العمليه اللي تكون مستعجله، وقال لهم بشحال بشحال. نادو عمامي بقى النص ديال الكسيبه اللي كانت عندنا في داك الكوري، قالك سيدي على وديك العمليه والدوايات. امي ديك الساعه كانت كتقول الصحه ديال الراجل هي الاولى وهي اللي مهمه، اما الرزق يخلف الله سبحانه وتعالى. كانت مسكينه كتصلي وكتعد تدعي من الله يبر الوالد ويرجع على رجليه. المهم اخواتاتي، الاب ديالي دار داك العمليه في المره الاولى، ولكن ديك العمليه ما نجحاتش ليه، وغادي تزيد الحاله ديالو اكثر من الاول. نادو عمامي قالك خاصو يدير عمليه واحده اخرى، مشاو هزوه من الطبيب اللي في الرباط داو للطبيب للدار البيضاء، غادي ينعس في واحد المصحة وكانوا طلبوا ليه العملية عاوتاني. جاو عمامي باعو ما تبقى في الكوري من الخرفان والبقر ونزلوا للمدينة. هاد المرة نزلت معاهم حتى مي للدار البيضاء، حنا بقينا في العروبية مع مرت عمي، المهم بقينا كنتسناو في مي ترجع هي والوالد، ولكن قدر الله ما شاء فعل، غادي ترجع غير مي هي واحد عمي غير كتبكي. ملي سولناهم على الوالد قالوا لينا بلي باكم مات الله يرحمه ويوسع عليه، وهي اخواتي الاب ديالي مات في وسط العمليه مسكين، بقى
بقى مزهد بالصحه ديالو حتى صافي قدر الله عليه يموت. ايوا يا خواتاتي، مات الاب ديالي وغادي يخلينا وسط عمامي اللي غادي ينوضوا ياكلوا فوس، ياكلوا امي في رزقها، وكلاوها غير بالفم مع امي مسكينه كانت غير نيه. وخوتي كذلك كانوا ما كيعرفوا والو، عمامي استغلوا بزاف، استغلوهم بزاف، وكانوا واكلين شاربين في رزقنا. زيد عليها كانوا كيتعاملوا مع امي خايب بزاف. غادي نبقاو بحال هكذا حتى بداو خوتي كيكبروا كيفهموا شويه، عاد بداو يتحاسبوا مع مامي، نوضوا تعاونوا وبقاو حاضرين رزق الوالد. واخا الصراحه في الاول كان عندنا الخير والخمر، ولكن بعد مامي طبوا لينا في النص ديال الرزق، ورغم ذلك بقينا عايشين وما خصنا والو. انا بعدا ملي كبرت دخلت المدرسه، قريت من الابتدائي حتى القسم السادس، كنت كنقرا وكنت مجتهده، وانا اكثر وحده اللي كنت كنعشق القرايه في العربيه ديالنا، واحد في العربيه ديالنا كامله انا اللي كنت كنموت على القرايه. حتى المعلمين ديالي وديال ديك المدرسه كانوا عارفينني كنقرا مزيان، وكانوا كيشجعوني باش نقرا ونكمل الدراسه ديالي، حيت شافوني كنحماق على شي حاجه سميتها القرايه. كنت دائما كنراجع الكتبه ديالي وكنحفظ، وكنت كنبغي نتعلم. واخا حنا في العربيه كانت عندنا تمارة خاصك منين تقراي وترجعي للدار تمشي تسرحي، تمشي تسقي الماء من البير، ولا نزلي الواد تشربي الحمار، ولا تمشي تلقطي العواد. المهم ما عندكش الوقت لا للعب ولا للحفاظه. ولكن رغم ذلك ملي كنت كنمشي نسرح كندي معايا الشكاره ديالي الكتب كنبقى نراجع فيها. ولا مثلا مشيت نحطب كناخذ معايا الكتبه ديالي، كنحطب شويه كنجلس نرتاح ونراجع في الكتبه ديالي. بالخصوص منين كتكون عندنا تربيه اسلاميه وكيعطينا المعلم نحفظوا شي سوره ديال القران، كنت كنحفظها قبل من التلاميذ كاملين. باختصار كنت كنحماق على شي حاجه سميتها القرايه. دائما كنت كنقول لام ديالي، امي انا باغيه منين نكبر نرجع معلمه ولا طبيبه. امي كانت كتقول لي ان شاء الله بنتي علاش لا، دابا تكبري وترجعي معلمه وتبقاي تقري الوليدات. واحد اختي كبر مني كانت كتبقى كضحك عليا وكتقول لي واش كاينه شي طبيبه كتمشي تسرح في الجبال؟ كانت كتقول لي انت ما تجي معاك غير السرحاش من طبيبه ولا معلمه. كنت كنقول لها دابا تشوفي والله حتى نقرا ونرجع الطبيبه وما نداويكش الا مرضتي. كانت كتبقى تضحك عليا، كنت دايره النفس فيا وكنقرا مزيره راسي. قريت للسادس كان خاصني ننزل للمدينه باش نكمل قرايتي، وهنا فين بقات حيت خوتي ما بغاوش ننزل للمدينه وقالوا لي غتخرجي وتجلسي في داركم، ولكن ما بغيتش نخرج. بقيت كنبكي عليهم، قلت لهم انا والو غادي ننزل للمدينه باش نكمل قرايتي. امي حتى هي شجعتني باش نكمل القرايه، طلبت من واحد خالتي نمشي عندها للمدينه نقرا عندها. خوتي مني شافوا امي باغياني ننزل للمدينه باش نقرا ما لقاو ما يقولوا. واحد النهار زدتني امي وخويا داوني عندها خالتي رغبوها عليا باش نقرا عندها قدامهم، ما قالت والو بالعكس فرحات بيا. وقلت للام ديالي الله يا اختي مرحبا بيها، واش انا غادي نحسدها؟ بنتك غادي نديرها بحال بنتي وكثر، وغادي نتهلا فيها كوني هانيه. ملي سمعت خالتي كتقول الام ديالي هاد الهضره هادي وغادي نديرها بحال بنتي فرحت، قلت الحمد لله يا سيدي ربي انا غادي نجلس مع خالتي. المهم صافي نض خويا الثاني اللي جيت نعاود لكم على بنته وقف معايا ساندني، بقى مسكين طالع نازل معايا شجعني باش نكمل القرايه ديالي. كان كيقول لي اختي قراي وزيري راسك، حنا خرجنا بلا قرايه وتبعنا السرحه والارض حتى خرجنا اميين. كان كيقول لي قرا واللي بغيتيها انا نجيبها لك. مسكين حتى من ورق باش شجني في المدينه بقى طالع نازل عليهم، ما كان عندهم داك الساعه لا طوموبيل لا والو، كان كيجي حاشاكم غير فوق الحمار من العربيه حتى للمدينه. بقى طالع نازل معايا حتى شجني في المدينه. بديت كنقرا كنمشي عند خالتي، وهاد خالتي غادي دوز عليا بالمزيان، كانت كتعامل معايا خايب بزاف، ما شافتني عندي الكانه ديال القرايه كنقرا مزيره راسي. ملي كنرجع للدار كنجبد الكتبه ديالي وكنبقى نحفظ فيهم. بناتها ما كانوش كيبغيو يقراو، والوقت اللي كيرجعوا من المدرسه للدار كيمشيو يخرجوا يلعبوا ولا يشعلوا التلفزه وبقاو كيتفرجوا على الرسوم المتحركه. اما انا غير كناكل كندخل نجبد الكتبه ديالي وكنبقى كنحفظ. واحد النهار جات عندي البيت لقاتني كنراجع، قالت لي فلانه، قلت لها انا ما خالتي، قالت لي واش هذا النهار عندكم الحفاظه؟ واش هذا الاستاذ غير نتوما اللي كيعطيكم الحفاظه والمراجعه؟ قلت لها لا خالتي انا اليوم كاع ما عنديش الحفاظه. قلت لها انت ما عندكش الحفاظه شنو كاسه كديري هنا؟ قبضت الكتاب وقلت لها انت خالتي انا كنراجع الدروس اللي عندنا غدا باش منين ندخل القسم نكون عارفه التمرين ونجاوب عليه صحيح. ملي شافتني كنراجع ونوجد التمرين بحال ضربها الضو، حسيت بها تقرصت ولكن ما قالت لي والو. خرجت عند بناتها بقات كتغوت عليهم، قالت لهم دخلوا طلوا لكم على العربيه ديال بنت اختي، جات للمدينه تقرا باغا تقرا على راسها وانتم جالسين عطينا اللعب والبساله. بقات كتغوت عليهم، ملي سمعتها قالت لهم العربيه بقى فيها الحال، وفي نفس الوقت ما ديشاش فيها. بقيت كنراجع، ولكن ديك الساعه كانت بنت خالتي وخالتي غادي يرجعوك غادي يحطوك عليا اكثر من الاول. رجعت خالتي حاطه عليا وغادي تدخلني الكوزينه نشق عليها.
كانت كتقول لي سيري غسلي معاك وسيري ديري هذيك وديري الاخرى. بنتها كانت كتقول لهم سيروا جبدوا كتباتكم وراجعوا. منين كنقول لها خالتي انا راه عندي الحفاضه، كانت كتقول لي هو من بعد وحفظيها راه النهار طويل وعريض. المهم خالتي كانت كدير ما في جهدها باش انا ما نرجعش في كتباتي، كانت كتقول لي تعاوني معايا في الشقه ولا سيري تسخري لي المارشي. وهاد المارشي كان بعيد علينا وخاصني نمشي على رجلي واحد المسافه ونرجع على رجلي. والله جعلها تسخرني نجيب ليها الربطه ديال النعناع، غير خاصها تصيفطني نتسخر ليها باش انا ما يبقاش عندي الوقت للحفاظه ديالي. وماشي غير هكذا، كانت حاطه عليا في كل شيء، ديما كتغوت عليا، ديما مسمعاني الهضور بالعربيه، كانت حقر عليا وكتعامل معايا خايب باش انا نمل ونطلع للعربيه وما نبقاش كنقرا. ولكن انا كنت صابره على داك التعامل ديالها وديال بناتها، وكنقول معليش غادي نزيد نصبر شويه باش نكمل القرايه ديالي. فعلا بقيت صابره، ولكن خالتي قد ما شافتني صابره زادت تحطت عليا اكثر من الاول، ورجعت كتمر مني تمرميد حتى من الضرب غادي تضربني على الباطل ديال الله. تصوروا انا عندي 13 عام وكنقرا في اولى اعدادي، ضربتني خالتي وما درت ليها والو. داك النهار كنت كنشقى طاح من يدي واحد الطبسيل ديال الطوس الحر، نات كتضربني على حسابه. قالت لي انت هي معميه وما عندكش العينين، وهانتي رديتيني في الطبسيل ديال الطوس غالي. بقات كتغوت عليا، داك النهار بالضبط كان النهار ديال السوق، هي عاد كتغوت عليا وخويا جا عندنا، جا هو الام ديالي داك النهار. كانوا تسوقوا جاو باش يشوفوني، ملي جاو بقاو كيدقوا في الباب، ملي سمعت خالتي كتغوت عليا وكتخاصم عليا وكتقول ليها المهم كتقول ليها الله ياخذ الحق في امك اللي جابتك لعندي، وانا ما قديتش حتى على بناتي وزيداني حتى نتيا. بقات تمشي هضره اللي قبيحه، امي كلشي سمعته على ودني. بقى خويا كيدق بالجاك، نط خالتي فتحت الباب، الفتحه اللي فتحت الباب لقات امي وخويا، حسيت بهم باللي سمعوا كلامها، ولكن حاولت تغطي على راسها وقالت لهم انا راه كنخاصم حقك على بنتي فلانه. ولكن المهم ملي دخلت شافني كنبكي عرفتني انا اللي ما كنت مقصوده بكلامها. صافي ديك الساعه خويا غادي صافي غادي غوت على خالتي، قال ليها واش ماشي حشومه عليك البنت يتيمه وبنت اختك وجات عندك باش تقرا وانت كتعاملي معاها بحال ما هكذا؟ ما رضاتش بخويا يهضر معاها بديك الطريقه. قالت لي شنو زعما جاي من وسط الجبل باغي تعلمني الاخلاق؟ ايوا غادي نوضو كيتناقشوا مع بعضياتهم. ديك الساعه نيت امي قالت لي يلاه دوزي فلانه جميع حوايجك ويلاه، والله هنا ما انت راكي جالسه معاهم. بقيت كنرغب في امي تخليني غير على ما نكمل العام ديالي، ولكن لا هي ولا خويا ما بغاوش. نطت البنات جمعت شريطاتي في واحد الميكا ورجعت للعروبيه، سمحت في قرايتي وفي كتباتي ومشيت غير كنبكي، ما سخيتش بقرايتي. كنت كنطلب منهم يرجعوني نقرا ولكن ما بغاوش، قالوا لي والله ما ترجعي لديك المدينه، صافي خرجي وريحي في داركم. ايوا داكشي اللي درت نيت، حتى انا خرجت من القرايه وغادي نرجع نجلس في وسط خواتاتي وخوتي. بقيت كنشق معاهم في الدار الداخل، وفي العشيه كنمشي مع امي نسرحوا البهيمه ولا كنلقطوا الحطب. غادي نبقى بحال هكذا صراحه، كنا واكلين شاربين ما خصنا حتى شي خير. واخا كانت عندنا تماره في العروبيه كنا مكرفسين، ولكن الحمد لله كنا مقابلين رزق الوالد الله يرحمه وخدامين في ارضنا، ما عمرنا بدينا يدينا لشي واحد وغادي نبقاو بحال هكذا. من بعد ما مشاو اشهر وجاو وحدين اخرين، ناض خوتي عمرو على راسهم تزوجوا، حتى تزوج خويا الكبير جاب مراته للدار. هاد مرات خويا كانت شويه صعيبه التعامل ديالها معنا كان قاصح، اما خويا اللي من وراه ناض شاف واحد البنت القبيله كانت ساكنه غير قريبه علينا، كنا تقريبا ساكنين في نفس الدوار. المهم خطبتها امي لخويا، من بعد منها تزوج بها جابها للدار. هاد البنت كانت غير صغيره مازال ما وصلت حتى السن القانوني ديال العقد، ولكن طلعت معنا الله يعمرها سلعه بنت الناس وكتحس فلينا كنت كتبغينا. اما مرات خويا الكبير كانت صعيبه معانا وما كتفهمش مع الام ديالي، ومن نهار تزوج خويا وهما زعما ما حملاش راسها، كانت دائما كتدبر غير منين تجبد معنا الصداع. حنا ما كناش كنديوها فيها وكنا محترمينها على وديت خويا، كنا كنقولوا ما عليهاش دبر راسها، ولكن هي كانت كتبغي تحفر على الصداع بالعالي باش خويا يفرق ليها علينا. غادي تبقى كتقلب على السبه حتى النهار اللي نات كتناقش مع اختي وهي اللي كانت متعديه عليها. ولكن ملي جا خويا للدار قالت لي اختك تعدات عليا وتعاونوا معاها خواتاتها ومرات خوها. المهم بدات كتكذب علينا، حنا داك النهار ما هضرنا معاها ما جبدنا عيبها، هي اللي كانت عواله على غزيت. خويا ملي شافها كتبكي تاق بيها وحسب ليه بالو مراته بصح معكوره معانا. داك الساعه نات قال لخوتي بلي هو باغي يعزل دارو علينا، قال اليوم انا صافي غادي نبني قدامكم واحد البيت واحد الكوزينه ونفرق داري بوحدي. خوتي حتى امي ما قالوا ليه والو، بالعكس زادوا يشجعوا باش يفرق علينا الصداع وما تبقاش مراته كتقلب على السبايب. داكشي اللي كان ناض خويا بنا واحد البيت والكوزينه غير بالتراب، وحنا اللي كنا عاوناه باش بناه. منين كملها سالها هز مراته مشى ليها، بقينا حنا ومرات خويا. كنا الصراحه عايشين مزيان ما خصنا حتى شي خير.
كنا متعاونين على الشقه ديال الدار، ملي كنكملوا كنخرجوا نخدموا على برا، كل واحد فينا شو كيخدم. الحمد لله العلاقه ديالنا بخوتي كانت مزيانه بزاف، وحتى من خويا اللي فرق علينا كان الصراحه متهلي فينا وقايم بالواجب ديالو معانا، واخا كانت مراتو قبيحه وما فيهاش الخير، هو ما كانش كيديها فيها وكان كيتعامل معانا مزيان. غادي نبقاو بحال هكذا حتى مشاو سنوات وجاو وحدين اخرين. من بعد كانوا خواتاتي اللي كبر مني سهل عليهم الله مشاو داروا ديورهم، كنت بقيت غير انا واختي اللي صغر مني، حتى انا الله غادي يسهل عليا بولد الناس. هاد السيد كان ساكن في الاول غير في العروبيه، المهم جاو خطبوني من عند خوتي. في الاول ما كنتش باغا الصراحه نتزوج به، ولكن خوتي قالوا للوالد الوالده قالوا لي عفوا الولد الله يعمرها سلعه توكلي على الله وسيري ديري دارك وتولي وليداتك. ملي شفت خوتي حتى امي باغيني نتزوج وندير حتى انا دويرتي صافي قلت ما فيها باس توكل على الله نتزوج. ما علينا، كان ديك الساعه في العمر ديالي تقريبا شي 20 سنه. من بعد منها البنات حطيت راسي للارض وقلت باش نتزوج. بعد منها كانوا دوك الناس جاو عند خوتي خطبوني، من بعد الخطابه بشي اسابيع قليله جمعنا راسنا ودرنا العقد ودرت عرسي، وغادي نمشي مع راجلي للدار ديالي وغادي نعيش وسط الاهل ديالو. راجل الناس كان عنده خوتو وخواتاتو وباه، المهم طاش ما بيهم، الدار كترغل بالعيال. غير الويساتي كانوا عندي اربعه، اما الوساني عندي ثلاثه ديال الويسي وبثلاثه بيهم مزوجين وساكنين في نفس الدار. كانوا العيال كتر من البهايم حاشاكم اللي عندهم في الكوري، اما الدراري الصغار بلا ما نعاود لكم عليهم. كان لوسي الكبير عنده اربعه ديال البنات وغير شي قدشي غير بنات الغيال، وكانوا صعابين وفيهم المغانه، غير هما كانوا قلبين الدار علينا. اما تمارا بلا ما نقول لكم عليها، دخلوني الكوزينه باش نشقاهم خرجوا يخدموا برا، كانوا كيقيلوا مجمعين برا قولها وضحك عليها، وانا كانوا طرقين عليا تمارا ديال الداخل. ومن كنفيق مع الفجر وانا مخشيه في ديك الكوزينه كلشي مني، خاصني نطيب ونعجن ونخبز ونصبن وندير الماكله للخدامه اللي كانوا كيخدموا على برا، ونخرج لهم ياكلوا ونرجع عاوتاني نجمع اللي باقي. المهم كلشي مني انايا، وغير كنكمل الشقه كيعيطوا لي نخرج لبرا، الا كان شي حمار خاصو ما ياكل كنمشي نعطيه ياكل، والا كان خاصو الماء كنمشي حتى البير مسكين ما ونجي طالعه. صح مياني اللي عندهم ولادهم بين يديهم ما كيخدموش الخدمه اللي كنت انا كنخدمها، وعاد من الفوق كيشبعوا فيا سبان ومعيور. العجوزه حط عليا اكثر من نسا ولادها، واي حاجه قلتها ولا درتها كنظن ما كتخليليش، وانا ما كنتش كنعلي الراس فيهم، كنت حاطه راسي وما كنقول لهم والو. ايوا هما غادي يركبوا فوق مني ويرجعوا دايرين ليا بحال شي جفاف. المهم غادي نبقى معاهم في ديك العربيه وسط الدار والدل والتكرفيس، كنت كنسمع الهضره فيا وما كنقول لهم والو، حيت كنت صابره وكنقول راجلي ولد الناس وخاصني نصبر على وديتو. فعلا بقيت صابره وحاطه راسي للارض. دازوا الايام ودازوا الشهور وانا نطلع حامله. منين عرفوني سالوي ثانيه حامله ما عجبهمش الحال، بالخصوص مني كنت نزلت للمدينه وقالوا لي قالوا لي حامله بالولد، تما غادي يزيدوا يكرهوني وما غاديش يبقاو حاملين فيا الشعره، حيت هما كانوا والدين غير البنات. منين طلعت انا حامله بالدري غادي نولد قبل منهم العزري، زادوا حطوا عليا اكثر من الاول، وكانوا كيتعاملوا معايا خايف فوق القياس. والله العظيم يا البنات واحد مرت لوسي كانت كتمنى نموت وما نولدش داك الدري هذاك. صافي انا كنت غادي معاهم غير مع جنب الحيط، وفي نفس الوقت كنت حاضي راسي منهم وما كنتش كنثق فيهم. واحد المره مرات لوسي غادي طلق عليا واحد العجل وسط الكوري، هذاك العجل كان عندنا مجنون واللي لقى قدامه كينطحو. ايوا هي خلاتني حتى دخلت للكوري باش نعطيهم يعلفون، وضينتي تلقي لي الرباط. كان عندنا مربوط برا في الشمس، ملي شافني دخلت الكوري مشات قطعت لي الرباط هو. صافي جا الباب ديال الكوري، جابته للباب ديال الكوري وسمحت فيه وهربت هو غادي يدخل عندي للكوري. غير شفتو بقيت كنترعد بكلشي، كنت خايفه بقيت كنعيط الراجل يجي عندي، بقيت فلانه فلان فلان حتى واحد ما سمعني، حيت ما نعيط والو هو يجي داك العجل مقصد عندي. قلت صافي هنا غادي تقب ليا كلشي ما فيهاش. كانوا عنده شي كرون ماضيين وصغار، كانوا ماضيين بزاف. المهم قرب عندي وانا بقيت كنرجف، شاف قدامي سطل ديال الماء نزل عليه بغى يشرب وانا نضربها بسلطه. مشيت غير بشويه خرجت من الكوري سديت عليه الباب وبقيت كنترعد، ما استوعبتش راسي مني شتو ما دار ليا والو. انا عاد هكذاك الراجل جا عندي قال لي مالك شنو كديري هنا ياك لاباس، قال لي نوضي دخلي بحالك من الشمس. بقيت كنترعد وكنبكي، قلت له العجل راه كان مطلوق غير ربي يسرني وما هو كون قتلني هاد النار. راجل بقى مشوكي بلاصتو، قال لي ودي رانا راني كنت واقف ليه بعيد وشت مرت خويا فلانه هي اللي كتحليه الرباط ديالو وشتها مدخلها للكوري، يحسب لي بالي راهي ربطاتو. انا تما عرفت بلي هي اللي دخلاتو وسمحت فيه، بقيت جامده في بلاصتي
وخاكتك ما عيبتها، ما قلت لي علاش ولا كيفاش. الحمد لله داز كل شيء بخير وعلى خير، ما وقع ليا والو لا انا لا ولدي. غادي نبقى حتى سالي لي الله ولد ولدي الاول من نهار ولدته وحنا في المشاكل والنزاعات. غادي يحطوا لكم عليا ناس اكثر من الاول، كانوا الويساتي ونسى خوتهم متفقين عليا، داروني وسط منهم بقاو كيدوروا فيا، ما بغاوش يقيلوني عليهم، ما بغاوش يخليوني مرتاحه، كنت ديما مقوره ومحكوره. راجل ملي شافني بحال هكداك ما بغاش عليا، والصراحه كانت كتجيبو النفس عليا. واحد النهار سمعتهم كيهضروا ليا خايب، كانت ديك الساعه واحد اختو جالسه كتقطع فيا هي ومرسخوها، ما شافوش راجلي هو خلاهم حتى كملوا هضرتهم على خاطرهم. دار فيهم واحد الدوره شيطانيه ونت كيغوت على مرتهم لدرجه بغى يضربها. ديك الساعه صافي طلع ليه الدم منهم ومن العيشه معاهم. ناض هزني هز ولدو غادي ننزلو للمدينة بحالاتنا. في الأول كنا مشينا عند واحد ولد عمو ساكن في المدينة، جلسنا معاه تقريبا شي سيمانة على ما دبر راجلي باش زعما يكري. ناض بعد دوك البهايم اللي كانوا عنده في العربية مشى كرا علينا بيهم واحد الدار غير في واحد الحي الشعبي غادي ننتقلوا ليها. في الأول حنا كنا غير كنديباني وصافي، ما كانش عندنا شي فراش شي أتات، كنا زعما يعني كنجيبو داكشي غير اللي نقدروا نحتاجو ليه. ولكن بعد حتى أنا غادي ندير ليكم الدار وغادي ندير الديوان. الحمد لله ملي نزلنا المدينة تهنينا بعدا فرصنا بداك التمر ديال العربية وما بقيناش كيف من الاول. راجلي ناض دار بيعة وشرية بقى خدام على راسو، اما انا كانوا خوتي فرقوا بيناتهم الورد وما نساونيش، حتى انا عطاوني حقي وداك النصيب اللي جاني في حقي. شريت ثلاجة وفران بصبانة، كانت عندي تلفازة غير صغيرة بدلتها وشريت وحدة كبيرة، كذلك كان عندي تليفون عادي بدلت واحدة اخر. المهم ما جا الدور علينا العام حتى كنا تهنينا في ريوسنا ورجعنا بحال عباد الله. راجلي بالنسبه كان الصراحه كيضيع ليا حتى شي حاجه، ما اللي فيا بغي اللي بغيتها كيجيب عليا، حتى من الاهل ديالو الصراحه تعدى معاهم غير على قبلي انايا. كان كيقول لي انت هي عائلتي وانت هي كلشي في حياتي، حيت طلعتي معايا بنت الناس ومعقوله ودرويشه وعلى قد حالك، ماشي بحال خواتاتي اللي كانوا كيضحكوا عليك وكانوا باغيين يطلقوني منك باش يبقاو على راحتهم. المهم خواتاتي غادي نبقى عايشه حياتي في المدينه بخير وعلى خير. من بعد الله غادي يسهلي لي حملت بالكش الثانيه، هاد المره ربي عطاني بنيه، خويت ولدي جبت لي خيتو وبقيت مليه فيهم مليه حتى في راسي. عايشين حياتنا بحال جميع الناس، واكلين شاربين ما خصنا حتى شي خير. راجلي خدام على راسو برا وانا خدامه في شغلي في داري ومقابله وليداتي وشاده تقاري، ما عندي لا مع صحابات ولا مع جارات، وكنت حدي حد داري. وما عمر بنت المراه دخلت لداري ولا شافت حالتي كيفاش دايره، واخا كانوا عندي جيران ساكنين على قبلتي ما عمرني دخلتهم لداري ولا مشيت دخلت للديور ديالهم. كنت جاب دار جديد من الجارات وعاطيهم اتساع وما كيجمعني بهم غير صباح الخير ومس الخير، عادي لا جات عيني في عينيهم ولا رشقت ليا كاع نقول ليهم السلام، ولا شي نهار ما كانت رشقه ليا والله ما كيسمعوها من عندي. هما في الاول كانوا حاطين عليا العين وكيتغمزوا عليا، ملي شافوني ما دياش ليهم ما مسوقاش ليهم قلب عليهم بحال صافي ما بقاوش معمرين راسهم بيا. رجعوا حتى هما كيتعاملوا معايا بحال ديك المعامل اللي كنتعامل بها معاهم، السلام السلام صافي. اما باش تطلبي عليا نطلب عليك اليوم عطيني المحافظ عطيني بزار وبعد عطيني النعناع وبعد بعد عطيني الثومه هذه اللي ما كانتش عندي في القاموس ديالي، ما كنطلب ما كنعطي شي حد. وكانت واحد الاشهر اللي كنت سكنت في ديك الحومه ناشفاني واحد جارتي، كل مره كتصيفط لي بنتها طق 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 ديما كتدقدق عليا في بابي، مره كتقولي لك ماما عطاها النعناع، مره كتقولي لك ماما عطاها الثومه، المهم كل مره شنو كتجي تطلب عليا. الوقت اللي كتجي عندي تطلب ليا شي حاجه كنقول لها ما عنديش، بقات حاجه هكداك. المره الاولى الثانيه الرابعه الخامسه فهمت راسها وما بقاتش كتصيفط ليا بناتها، تنيت في راسي. ايوا يا خواتاتي بقيت عايشه حياتي اللي كانت عاديه بحال جميع الناس. مره رحنا يعني مزيرين وغادي مع الوقت دقه دقه مره كنكونوا عايشين بخير وعلى خير والامور كلها كتكون مزيانه وراكم عارفين حال الدنيا مره كل مره وكيفاش داير، مره مزيان مره عيان. حنا كنا عايشين حياتنا بحال جميع الناس، متعايشين مع الوضعيات ديالنا كيف ما بغا يكونوا. غادي نبقاو على هذا الحال حتى مشات سنوات وجات وحده جاو سنوات وانا نحمل بالكرش الثالثه. ديك الساعه يجيني الحمل خايب بزاف، كنت مريضه وعيانه، منين درت الفحوصات غادي نعرف راسي عندي السكر ديال الحمل وكان عندي حتى فقر الدم. المهم حالتي الجسديه كانت مهلوكه حتى للطرف، زيد عليها جاني الوحم خايب، كنت ما كنقدرش نوقف على رجليا وخاصني غير نعس ونحط راسي في الارض. اما ملي كنوقف ولا كنبغي نوقف كنت كنحس بركبيه كيرترعدو، ما كنبقاش صراحه قد نوقف عليهم، خصوصا انني كنت كنتقيه بزاف كنبقى رد حتى كيخرجوا عينيا. في ديك الوقيته غادي يدوز عليا بالمزيان،
راجلي ملي شافني مريضه ما قداش نوقف وعيانه مشى للعربيه جاب لي امي باش تقابلني وتقابل ولادي. ايوا امي في الاول ما قالت لي والو، كانت مقابلاني وهزت الدار ومقابله ولادي، ولكن غير طولت الجلسه في المدينه ما عجبهاش الحال مع امي. كانت مولفه العربيه والتيسع ومولفه ديما على برا ومولفه الناس والغاشي ماشي بحالي. كنت دائما عندي الباب مسدود عليه والشرجم ديما سدهم حيت كنت كنخاف على بنتي طيح ليا من السرجم حيت ما كانش عندي فيهم الشباك وهي كانت كتمشي ليهم. كنت كنخاف ديما سدهم. المهم جلست معايا واحد الاشهر ما قدرتش تجلس معايا، كانت جالسه غير من فوق خاطرها، ديما كتقول لي بنتي انا ما قدرتش نجلس عندك. بقيت نطلع بحالي للعربيه. ملي شفت امي مسكينه ما قدرتش تجلس معايا في المدينه قلت لها صافي امي ماشي مشكل غير طلعي بحالك. فعلا طلعها راجلي. ملي كان راجع لصقت فيه بنت خويا اللي جيت نعاود لكم عليها اليوم. قالت ليه انا بغيت نمشي عند عمتي في العنا للمدينه. حشم قال ليها واخا يلا. معلين بنت خويا ديك الساعه كانت يلا عندها 11 سنه وعاد كتقرا في القسم السادس. المهم ملي جات عندي غادي تنفعني الصراحه، كانت مقابله معايا وليداتي كتسخر عليا كتعامل معايا مزيان، كانت واحد البنيته حاطه الراس مأدبه ومتخلقه عجبني الحال. وبغيتها تبقى معايا الصراحه. يمكن دوزت معايا الصيف كامل. بعد منها رجعت للعربيه. نهار جات للعربيه بكيت عليها بالدموع، بقات فيا وبقات لي بلاصه قداش في الدار. المهم هي مشات قرات داك العام ديال السادس كملات. وبعد منها كانت طلبت مني باش نغب خويا يخليها تنزل عندي للمدينه باش زعما تكمل القرايه. ملي شفتها باغا تقرا وكتحماق على القرايه فكرتني غير في راسي ملي كنت قده. قلت مع راسي بنت خويا باغا تقرا وانا غادي نوقف معاها باش تكمل القرايه ديالها. نط كنقنع في خويا ومراتو باش يخليوها تنزل عندي للمدينه باش تقرا عندي. خويا صراحه ما بغاش، قال لي لا اختي خلي البنت تجلس في الدار ما عندها ما دير في شي قرايه. البنت عاطيه اللي عينو زوينه وغير نيه وما مولفش بالمدينه، والناس المدينه صعابين وما عندها ما دير فيها. بقيت كنطلب كنرغب فيه كنقنع فيه. قال لي اختي راني هضرت معاك خلي البنت مع خوتها تجلس في دارها ما عندها ما دير في شي قرايه. ولكن بقيت لاصقه في خويا لاصقه في خويا كنرغب كنزوق فيك كنزوق فيه حتى قنعتو يعطيني بنتو تنزل معايا بس زعما تكمل الدراسه ديالها. وهادشي درتو بلا حتى ما نستشر مع راجلي. هو ملي عرفني غادي ننزلها معايا باش تجلس معانا وتقرا عندنا ما عجبوش الحال، بقى كيخاصم عليا ما خلاليش بالهضره. قال لي لا لا انا ما قادش المسؤوليه فوق كتافي، علاش مشيتي كتجيبي بنت الناس تقرا عندي؟ واش تي حمقه ولا مصديه؟ علاش ما كتشاوريش؟ بقى كيخاصم عليا. درت فيه قلت ليه هذه ماشي بنت الناس، راه بنت زعما راه بنت خويا بحال بنتي. ثاني حاجه هيك فلانة عزيزه عليك وديما كتقولي هاد البنيته ظريفه وعزيزه عليا. قال لي حتى انا دابا ما قلت والو، بصح بنت خوك ظريفه ومربيه وبنت الناس وعزيزه عليا وبحال بنتي، ولكن انا ما قادرش على المسؤوليه ديالها. قلت لها سيدي ياك هذه بنت خويا انا وانا اللي جبتها وانا اللي غادي نتحمل المسؤوليه ديالها، انت ماشي شغلك فيها. بقى كيزعف وكيخاصم ولكن انا ما تسوقتش ليه، خليته يهضر حتى قنع. بعد منها صافي سكت. المهم درت غير اللي قال لي راسي، شديت بنت خويا عندي ويا ريت ما شديتها ويا ريت ما تحملت المسؤوليه ديالها. في الاولى البنات كنت فرحانه حيت بنت خويا معايا متهليه فيا دايره معايا داكشي اللي ما كنتش دايره مع ولادي، دايره معاها تهليت فيها وديرها مع داكشي اللي ما كنتش كدايره مع ولادي. كنكسيها وكنتهلا فيها ما مضيعه عليها والو، كنت كنجيب ليها غير الحاجات الزوينه وعلاش ما حلت عينيها جبتو ليها. والله العظيم الا بعض المرات كنت كنهز لراجلي الفلوس من الجيب باش كنشريها داكشي اللي بغات، وما كنتش كنخليها تراعي البنات صحاباتها ولا تحس معايا بالنقص. كنت دائما كنتفكر خالتي وما دوزت عليا، وما كنتش كنبغي نخلي بنت خويا تحس واخا غير بالربع من داكشي اللي كنت انا كنحسو واللي انا عشتو في الصغر ديالي. ما بقيت دايره معها الواجب ومهليه فيها، حتى من السويعده فيا كندخلتها تقراهم كنخلص عليها من جيبي وكنقول لها غير قري وزيري راسك. فعلا داكشي اللي كان. بنت خويا كانت واحد البنيته ظريفه وبزاف حشومي ما كتعليش الراس وباغا غير تقرا، كانت كتفكرني كيف ما قلت لكم غير في راسي. ملي كنت كنشوف بنت خويا كتراجع ولا غادي للمدرسه تقرا داك الشغف اللي كان عندها على القرايه كنبقى كنفكر غير في راسي. ملي كنت في العمر ديالها كنت كنقول مع راسي منين انا ما قريتش وما جابش الله في الدراسه ديالي غادي نوقف مع بنت خويا حتى يقرا ويحقق وتحقق الاهداف ديالو. داكشي اللي كان غادي نبقاو على هذا الحال. حتى دارت بنت خويا 16 عام، يعني بقات جالسه معايا في المدينه لمده ديال 4 سنين. 4 سنين وهي واكله شاربه ما خصها حتى شي خير، كتمشي كتقرا وكترجع للدار، ما كان عندها لا مع الدخول ولا مع الخروج. البنت حدوديه وحاطه الراس. حتى جاو شي جيران سكنوا قدامنا، هاد الجيران عندهم بنت في العمر ديال بنت خويا ومن سوء الحظ غادي تقرا معاها في نفس المدرسه وغادي تصاحب هي وياها، رجعوا كيمشيو مع بعضياتهم. حتى بنت الجيران ديالنا كتجي عندنا وانا ما كانش عندي مع داك الخيط بيضي، ما كانش عندي مع الدخول ومع الخروج.
وفي نفس الوقت ما كنتش كنبغي نخلي بنت خويا تحس بيا كراه صاحبتها ولا ما كنحملهاش تجي لعندي. داكشي علاش في الاول ما هضرتش، ولكن بعد راجلي غادي يبقى كيزعف. قال لي هاد خيطه بيضه ديال هادي انا ما عجبانيش، قال لي ما نحملهاش تجي عندي مازال. قال لي هضري مع بنت خوك ما تبقاش تدخل عليا هادي. قلت لبنت خويا، هي قالت لي واخا عمتي اخر مره جيبها عندي وسمحي ليا. حاولت نفهمها غير بالفن، صافي ما بقاتش كتجيبها، ولكن رجعت هي كتمشي لعندها. في الاول كانت الامور عاديه، ولكن بعد غادي لاحظ بلي بنت خويا رجعت كتهتم بالشكل ديالها، رجعت كتحط المكياج وكتبقى مقابله المرايه. قلت عادي، البنت بدات كتكبر ورجعت كتحس براسها، خليها تاخذ راحتها. بقينا بحال هكاك، داروا الايام وداروا الشهور. غادي تمرض امي كانت دارت واحد العمليه، طلعت انا ورجلي للعربيه وطلعت معايا حتى بنت خويا. بقينا في العربيه شي يومين، فاش رجعنا رجعنا على حساب قريتها، بقينا غادي بحال هكذا. واحد السيمانه بنت خويا كانت مريضه ما بقاتش كتمشي للمدرسه، نهضرت شهاده طبيه جلس في الدار. كنت كنخرج نتقدى ولا نمشي للمدرسه، نمشي هنا نمشي لا، وكنخليها في الدار بوحدها. غادي نبقاو غاديين عاوتاني عادي، حياتنا عادي بحال هكا بحال كاع الناس. حتى النهار اللي غادي تمرض بنت خويا بقيتها كتقيا وكتوجع بكرشها. ملي شتها مريضة قلت لها يلاه نديك للطبيب، ما بغاتش. قالت لي بلاش عمتي، دابا يدوزني الحال. قلت لها صافي ماشي مشكل، ولكن البنت صحتها كانت ما كتعجبش، كل صباح البنت كتصبح كتشكى بالمعدة ديالها وكتقيا، خافت تكون عندها شي حاجة لا سمح الله. بقيت لاصقة فيها باش تمشي معايا للطبيب. منين هزيتها للطبيبة حكيت لها على الأعراض اللي عندها، غادي تطلب مني ندير ليها الفحص. فعلا فحصتها ديك الساعة الطبيبه تقول لي مبروك مدى، مبروك المدام راهي حامله. منين قالت لي حامله ضربت على وجهي غير ضربه. بقيت كنويل، قلت لها دكتوره البنت باقا بنت، اش من حمل هذا؟ قالت لي لا، البنت كانت بنت، اما دابا راهي ام وحامله وراه عندها التوام وعندها شرايين. اويلي صفرت على التوام، انت اشنو كتقولي؟ انا كنويل وبنت خويا كطيح لي على رقبي وكتقول عمتي غير سكتي، غادي تفضحيني يلاه للدار ونعاود لك كلشي. قلت لها راك انت اللي فتحتينا من الكلاب، حامله وشكون اللي حملك؟ ياك ما راجلي، ياك ما انت خنتيني في داري، دخلت عندك دخلتك عندي وحملتي ليا من راجلي. بقيت كنضرب فيها، هي كتهرب كتقول لي يلاه يمشي للدار، ديك الساعه ديري فيا اللي بغيتي. هزيتها مشيت للدار، ديك الساعه شديتها من شعرها وبقيت كنشطب بها الارض وكنقرر فيها. داك الساعه تعاود ليا الحقيقه كامله، قلت لي عمتي انا حاشا لله واش نشوف في عمي فلان، انا راه كنت على علاقه مع ولد الجيران ديالنا فلان الفلاني، وراه كان كيجي عندي للدار مي ما كتكونيش انت في الدار، واش نوقع واش نوقع في الغياب ديالك. منين قالت لي حامله من البرهوج ديال الخلا صدمت، واي خوتي صدمت. البرهوج الاخر يلا عنده 17 ولا 18 عام، ما كاملاش، ما خدام ما رده، معطي غير الناس ومدان الرجلين، غير مو هي اللي كتصرف عليه. بنت خويا انا طحت فيه حتى حملها، غير حملها هز راسو وهرب. بقيت حصل بنت خويا اللي جبتها تقرا عندي، صدقت مدخله لداري برهوج دخلها حتى حملها بجوج ديال التوم، ماشي حتى واحد سمح فيها وهرب وخلاني انا حاصله. واش هادشي ماشي خرج العقل؟ واش هادشي ماشي الحماق بعينيه؟ ما نكذبش عليكم انا غادي نحمق غادي نتسطى، المشكل راجلي وحتى الاهل ديالي ما في خبرهم والو. بنت خويا مازال عندي ومازال حامله بجوج، انا ما قدرت ندير والو، خايفه راجلي يعرف بلي هي كانت كتدخل للدار برهوج وحملها وهرب وخلاها. والله ثم والله الا بقى حتى عرف هادشي حتى يجري عليا وعليها، وكذلك خويا الا بقى تعرف بنتو اللي مأمنها عندي حامله بجوج توام، عرفت شنو غايدير فيا وكيفاش غتكون ردة الفعل ديالو؟ وانتم عارفين الناس ديال العربيه العقليه ديالهم كيفاش دايره، ما كيرضاوش والله حتى يدير شي مصيبه كحله. المهم اش غادي نقول لكم، انا دابا كنحس براسي غادي يخرج عقلي، ما بقيت لا كناكل ولا كنشرب، غادي نهبل ما عرفت حتى ما ندير، غير جالسه والدمعه على خدي. انا خويا كانت باغا تهرب من الدار، ولكن شديتها ما خليتهاش تهرب، رجعتها وسولتها مزيان معاك سامعك؟ قلت لها فين غادي تمشي بنت الحرام، انت باقا قصير وحامله، الا هربتي غادي تضيعي، ولا بقيتي غادي تضيعيني انا في داري وغادي تشتي ليا شملي. هي غير جالسه كتبكي، ما بقات لا كتاكل ولا كتشرب، كترغبني ما نقول والو، كتقول لي عمتي ستري ما ستر الله، ما عمرني ندير مازال شي حاجه خايبه. انا كيفاش غادي ندير نسترها؟ كيفاش غادي ندير نسترها انا الحمل ديالها؟ واخا نسرها حملها غادي يفضحها، البنت عندها جوج البنات وغير غير سكتو شهرين، دابا راه بدا الحمل كيبان عليها، شنو غادي ندير؟ كيفاش نتصرف وفين نمشي وفين نرد الراس؟ ما بغيتش نتقلب داك الحمل وما بغيتش نطيحهم ليا ونقتل جوج ديال الروح بالباطل.
وفي نفس الوقت كرهت وندمت على النهار اللي مشيت جبتها عندي. اش داني جيب بنت الناس، قرا عندي البنات، دابا خايفه من راجلي يعرف الحقيقه، ما عرفتش كيفاش غادي نواجههم وكيفاش غادي تكون ردة الفعل ديال الوالدين ديالها. هذاك الشيء علاش جيت نعاود لكم قصتي ونشارك معكم هذا المشكل. حاليا بنت خويا عندها شهرين ونص ومازال ما بانش عليها الحمل، راجلي ما شاف والو، ولكن التصرفات ديالي غادي تفضحني حيت كنتصرف بالعقل، حاسه براسي مرفوعه والدنيا ظلمت قدام عينيا، ما عارفه لا ما نقدم ولا ما ناخر. واليوم البنات بغيتكم ترشدوني بالنصائح ديالكم، انا شنو خصني ندير في هذا المشكل هذا؟ شنو هو المعمول؟ بنت قاصر والولد اللي حملها ما هاش حتى راسو، زايده بالهروب، هربوا خلاني حاصله. بغيت نمشي نقولها لمو ولكن خفت دير شي عشوه في الحومه وتقول لي بنت خوك اللي ما عندهاش علاش تحسن تحشم لصقت فولدي اللي ما كيمسحش حتى وسخ محوايجو. والله ما عرفت، نتمنى منكم تنصحوني شنو نقدر ندير وهادشي اللي كاين. والسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين ناري البنات، مشكلة واش من مشكلة، عاجل البنات عاجل هادشي هذا. والله ما خصوش تسكت علي اختي الكريمة، سمعني مزيان اختي. شوفي تستري هاكو كانت مثلا، انا نعطيك واحد ليكزومبل، كو كانت البنت يعني كانت بنت ورجعت امرأة ياكي، نقولك ستريها ستريها ونزيدك نصائح اخرين. ولكن البنت راه حامله وما حاملاش غير بواحد، حامله بجوج. فاول حاجه بغيتك ديريها هي سيري دي عند شي طبيبه، بعدا تاكدي تاكدي بعدا من هاد الحموليه بلي انها حامله بجوج، تاكدي ان البنت حامله وحامله بجوج، ربما يكون شي غلط ما تعرفيش، تاكدي هي تاكدي، ربما البنت ضايعه ولكن ما تكونش حامله. تاكدي من البنت بعدا ديها للطبيب. انا سبحان الله العظيم كنقول لك ديها عاودي ديها شي طبيب اخر وشوفي. هذه الاولى، ملي تاكدي من الحمل ديالها شنو غادي ديري؟ راه ضروري راجلك ووالديها سوق الخبر. شوفي كيف ما كانت النتائج غادي تحمليهم، انتي قلتي غادي تحملي مسؤوليه، دونك خصك تكوني على قد المسؤوليه. حنا فاش كنحملوا رؤوسنا مسؤوليه، راها مسؤوليه ماشي غير نتحمل المسؤوليه ديال الماكله ديالها والشرب ديالها وكسوتها وقريتها، نتحمل المسؤوليه ديالها يعني جميعا فيها كل شيء. دونك انتي هنا حملتي راسك واحد المسؤوليه خصك تكوني قدها، كيف ما كانت النتائج والعواقب ديال هاد المسؤوليه راكي انتي هزيتي على كتافك، دونك خصك تكوني قدها. ما عندكش فين غادي تنسحبي، امبوسي باش نقولك انا سرقت لي بنادم، لا هذيك الروح عزيزه عند الله. انت غادي تهزي البنت ما تديهاش للعروبيه، لا لا البنت غادي تهزيها تديها عند شي حد اللي كتعرفيه، امنيها عليه، خلي البنت بعديها واحد الفتره غير باش ما تتاذاش، لان باي بقى يقدر يكون ردة الفعل كبيره. وهضري اختي مع باها وهضري مع امها وهضري مع راجلك، جمعيهم وقول لهم شوفوا بصح انا درت واحد الغلط نهار اللي جبت بنتكم تقرا عندي، ما ديتش ريك اخويا وما ديتش ري راجلي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. دابا اللي بغيتو انا ها انا قدامكم، قتلوني بلاصه ديروا لي اللي بغيتو، المهم انت هذا الامر هذا خاصك ما تسكتيش عليه، لان البنت غادي وكرشها كتكبر، وقد ما الجنين كيكبر لا بغيتي حتى تحيدي راه ما يصلحش. هي لا قتلتيها هي وما عرفتش، استغفر الله يا ربي تحت الله. انا كنقول لك هذا الشيء ما يتسكتش عليه، ما يتسكتش عليه، وما غاديش تقدري تحملي المسؤوليه ديال هذا الشيء بوحدك، كوني على يقين، لان هذا الامر هذا صعيب. قلت لك كانت بنت ولات امراه نقول لك سيري اختي ديري لها ترقيع البكاره ولا ديري شي وقع، حنا ما نبغيوش هذا الغش هذا يعني باش تغطي على الفضيحه، ولكن باش السيده حامله والتوام سي با لا بي للزين ديالي. فانا كنقول لك اول حاجه ديريها هي دوزي لعند شي طبيبه اخرى. ثاني حاجه دير البنت عند شي حد واحد السيمانه ولا بين محليتي المشكل باش البنت ما تعرضش للخطر. وهذا الشيء خص ماشي غير الوالدين ديالها اللي يعرفوه راجلك، لا حتى الشرطه تقدري تمشي ديري تتعلمي الشرطه هما الاولين، نقول لهم انا هاش نديري واحد الشكايه ان هاد البنت راه بنت خويا وراها قاصر وها وحدها جوج ها ثلاثه، عاودي لهم كيف ما عاودتي لينا بطبيعه الحال باختصار، لان انت البوليس ما غاديش يبغيوك تعاودي القصه كامله. فاحنا كنعاودوا القصه كامله غير باش كنعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الشخصيه، يعني الشخصيه ديال الانسان كنحللوها وصافي. ف
فانت تمشي ديري واحد الشكايه عند البوليس بهاد البنت، بلي هاد البنت شنو وقع ليها شنو وقع ليها، امنيها سيري عند والديها جيبيهم عندك عندك، ولا ديهم شي بلاصه اللي يقدر تهضري فيها معاهم، تكون بعيده على البشر باش مهم انت غادي تتحملي اي حاجه وقعت. هادشي اللي نقدر نقول لك عزيزتي، الله يدير لكم شي تاويل الخير، الله يفرج عليكم، كنتمنى تزوديني بالجديد، ضروري تقولي لي شنو درتي، عافاك الله يرحم ليك الوالدين الا ما زوديني بالجديد ديال هاد القصه. في الاخير كنشكرك بزاف على ثقتك في سمح حكيتي، فبرنامج سمح حكيتي كيف ما عودكم دائما للعبره ماشي غير للفرجه، فتواصلوا معايا على الرقم الموجود في صندوق الوصف من اجل سرد الحكايات ديالكم بطبيعه الحال. كتسردوها كتسردوا القصه ديالكم في الواتساب وانا كنسردها في القناه يعني بصوت ديالي. وهذا ما كان، كنشكركم في الاخير، دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.